كيف نتوما؟ مزيانين، اموركم طيبه، كل شيء بخير. كنتمنى انكم تكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو وانتم في افضل الاحوال. رمضانكم مبارك كريم، وكل عام وانتم بالف خير. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه والتيسير والرزيق وكل ما كنتمناو. مرحبا بكم معايا في فلوق جديد على القناه، اللي غادي نبارطاجي معكم فيه كيفاش دوزت اول ايام شهر رمضان المبارك. اذا بلا ما نطول عليكم، يلا نبداو الفيديو ديال اليوم. لكن قبل من هذا الشيء هذا كامل، اللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يدخل يشترك، يضغط على زر الاشتراك الاحمر، يفعل جرس التنبيهات باش كوم سامي ينزل اي جديد تكونوا نتوما اول وحدين كتوصلوا به. الى عجبتكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتبارطاجيوها مع كاع الاصدقاء ديالكم. اذا بسم الله على بركه الله لننطلق. بالنسبه لوجبه السحور، الصراحه انا متعوده دائما في رمضان كنتسحر بالكاس ديال اللبن مع 7 ديال التمرات، اللي كيخليني طوال النهار اون فورم، ما كنحس لا بجوع ولا بالعطش. هنا غادي نضيف فقط اون سالاد فروي اللي غادي نمزج فيها ما بين فريسا، البنان، الكيوي وافوكا.
8 ديال الصباح. دونك كما العاده كنستنى حتى كيجي موراي لو ترونسبور باش كيوصلنا للمدرسه. الحمد لله اول ايام شهر رمضان المبارك سيدي ربي نزل الرحمه ديالو ورحمنا بامطار الخير ولو انها كانت شويوش قليله. الجو مبرد هذا هو اهم حاجه، حيت كيف ما كتعرفوا ملي كيكون شويه الجو سخون الجسم ديال الانسان خلال شهر رمضان المبارك دغيا كينشف وكيكون محتاج للسوائل اكثر، نسبه السكر في الدم كتكون طايحه، وهذا الشيء هذا كيكون مرافقه شويش ديال الحريق ديال الراس مع شويش ديال الدوخه. حبيبي هذا هو العشاء ديالي. دونك هنايا في بلاطو قطعت اون طوماط مع جوج ديال البصلات سوريز، غادي نضيف بويطه مسلوقه، بغيت نخليهم صراحه طبيعيين، ما غادي نزيد لا زيت لا خل لا ملحه، غادي نعمل فقط شويش ديال الكيمون فوق البويطه مع القريعه ديال الماء، وبالتالي غادي نكون وصلنا للنهايه ديال هذا لو فلوغ هذا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم،
نتلقاكم بإذن الله تعالى في الفلوج الجاي. تهلاو ليا فروسكم، بسلام عليكم.